السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم هذا الخبز التركي. كيجيو على شكل مخمرات مفشفشين من الداخل، رطب لذاذ بزاف، ما كيعذبوش في التحضير، ساهلين. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه وكذلك المقادير، خليكم معايا. بالنسبه للطريقه، غادي نقبطوا واحد البول، غادي نديروا فيها 150 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ، وكذلك 150 مليلتر ديال الماء حتى هو دافي. غادي نديروا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ونص معلقه ديال السكر. فنقدروا نعوضوا الخميره ديال الجافه بالخميره الطريه. غادي نزيدو واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت الزيتون. بالنسبه للدقيق، غادي تهزنا تقريبا هاد السوائل 450 غرام، وكتبقى على حسب نوعيه الدقيق، فالقوام خصو يكون شويه ما جاريش وما قاسح. غادي تخلطوا هاد الطحين مع السوائل، وعاد نديرو الملحه ما نديروهاش في الاول باش ما تقتلناش الخميره. هنا غادي نبقاو نخلطو حتى يتخلط الطحين مع السوائل، ومن بعد نديرو يدينا ونخلطو الكمية ديال الدقيق اللي مازال. بالنسبة للنوعية ديال الدقيق، فهو الدقيق اللي كنديرو به يعني الحلو، الكاطو، كل لكل الاستعمالات، يعني اما الفورس ولا غير، ما نديروش الفينو، هذا كيمشي مع الفورس ولا الدقيق العادي. غادي نجمعو العجينة هكذا، ما ندلكوهاش بزاف، غير نجمعوها ونخليوها ترتاح، ولكن ندهنوها بواحد شويه الزيت باش ما تلصقناش في البلاستيك اللي غنغطاو بها الاناء، ونخليوها ترتاح المده ديال 30 دقيقه. فهنا بعد ما خمرات لينا العجينه، دازت واحد 30 دقيقه تقريبا، غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، ما نديروش بزاف، وغادي نحيدوا منها الهواء اللي فيها، وغادي نشكلوها على شكل كريات. الحجم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد يدير الحجم اللي بغى. فهنا كما كتشوفوا معايا قطعتها، وغادي ندير الكويرات، وغادي نغطيها بالبلاستيك باش ما تديرش هذيك لابليكول من الفوق وتقصح من الفوق. ومن بعد غادي نديرها على شكل دوائر، وغادي ندوز باش نخبزها. Thank you.
هنا اخواتي كما شفتوا معايا انا قرصتهم كاملين هذوك الكريسات، ومن بعد كندير المقلاة سخن وما غنخليهمش يخمروا مباشره، غادي نبقى نخبز فيهم، غادي نديرهم في المقلاة، وكي نحط الخبيزه كي تشد راسها تقريبا بقى واقفه حد هاد تشد راسها نقلبها عاوتاني نولي نقلبها حتى المره الثالثه عاد كتبقى تطلع باش كيدخل فيها الريح وكتفشفش. هانتوما كتشوفوا الطريقه، يعني لا ما كسكمش تخليوها في المقله طيب بزاف من هذا من يعني الطبقه الاولى، خصكم تحطوها وتولي وتقلبوا شي تقريبا شي 4 المرات انتوما كتقلبوا في الخبيزه باش تقدر تطلع ودخل فيها الهواء وما تجيش مدقصه من الداخل. فهنا بعد ما طيبت الخبيزات ديالي كاملين غادي نخلط واحد شويه ديال المعدنوس مع زيت العود، وغادي ندهنهم ندهن هاد الخبيزات ديالي بالمعدنوس وزيت العود، وكيبقى لكم الاختيار. فالخبز التركي والاتراك كيدهنوهم هكا بهذه الطريقه هذا، لان فعلا كيجي ولداد. كنتمنى هذه الطريقه تكون فادتكم وتعجبكم، وكذلك تنتمنىكم تجربوها لان هذه الطريقه هذه سهله، جربتها لقيتها سهله ونجحت. كنتمنى انتم تنجح معكم، والى عجبتكم الطريقه ما تنسونيش باللايك وكذلك بالتعليق ديالكم، وشكرا على تتبعكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.